وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ أين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ ثم إني خرجت من البصرة وفي قلبي من عشقها حصرة، فلما رأيت يا سيدي ابنك هذا رأيته أشبه الناس بتلك الصبية فذكرني بها، وهذا سبب بكائي. مرحبا بكم. ففتح له الباب وخرج، وهذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر قمر الزمان فإنه لما سمع كلام الدرويش اشتغل باله بتلك الصبية. أسمعت يا امرأة؟ إن ولدك يريد أن أجهز له متجرا ليسافر به إلى بلاد الغربة، مع أن الغربة كربة. ماذا يضرك من ذلك؟ إن هذه عادة أولاد التجار، فكلهم يتفاخرون بالأسعار والمكاسب. إن غالب التجار فقراء يطلبون كثرة المال، أما أنا فمالي كثير. زيادة الخير لا تضر، وإن كنت أنت لا تسمح له بذلك فأنا أجهز له متجرا من مالي. إني أخاف عليه من الغربة لأنها بئس القربة. لا بأس بالاغتراب الذي فيه الاكتساب. فقبل التاجر كلام زوجته وجهز متجر لولده ب90,000 دينار، وأعطته أمه كيس فيه 40 قصة من ثمن الجواهر أقل قيمة للواحد 500 دينار، وقالت: يا ولدي احتفظ على هذه الجواهر فإنها تنفعك. فأخذ قمر الزمان جميع ذلك وسافر إلى البصرة. ثم إن قمر الزمان قد وضع الجواهر في كمر وشده على وسطه، ولم يزل مسافرا حتى لم يبق بينه وبين البصرة إلا مرحلة واحدة، فخرج عليه اللصوص وعره وقتلوا رجاله وخدمه. فلما راح اللصوص إلى حال سبيلهم قام قمر الزمان من بين القتلى ومشى وهو لا يملك شيئا غير الفصوص التي على حزامه، ولم يزل سائرا حتى دخل البصرة. اتفق أن دخوله كان في يوم جمعة، وكانت المدينة خالية من الناس كما أخبر الدرويش. فرأى الأسواق خالية والدكاكين مفتوحة وهي ممتلئة بالبضائع، فأكل وشرب وصار يتفرج. فبينما هو كذلك إذ سمع النوبة تدق، فاختفى في دكان إلى أن جاءت البنات فتفرج عليهن، وبعد حصة من الزمان ظهر الناس وامتلأت الأسواق، فذهب إلى السوق وتوجه إلى رجل جوهري وأخرج له حجر من 40 يساوي 1,000 دينار، فباعه له ورجع إلى محله. ثم بات تلك الليلة، فلما أصبح الصباح غير حوائجه ودخل الحمام وطلع كأنه البدر التام، ثم باع 4 فصوص ب4,000 دينار، وصار يتفرج في شوارع البصرة وهو لابس لأفخر الملابس، حتى وصل إلى سوق فرأى فيه رجلا مزينا فدخل عنده وحلق رأسه وعمل معه صحبه، ثم قال له: يا والدي، أنا غريب البلاد، وبالأمس دخلت هذه المدينة فرأيتها خالية من السكان وما فيها أحد من الإنس ولا من الجن، ثم إني رأيت بنات وبينهن صبية. وأخبره بما رأى،
فحكى له الشيخ نفس الحكاية التي حكى الدرويش لأبيه وسمعها قمر الزمان، ثم وعده أن يأتيه بكل تفاصيل أسباب ذلك المشهد الغريب. فراح وسأل زوجته فقالت: روح هاتي هذا الشاب وقل له كلم أمك زوجتي، فإنها تقرئك السلام وتخبرك بأن الحاجة مقضية. ثم أخذه وصار به حتى دخل على زوجته فرحبت به وأجلسته، ثم إنه أخرج 100 دينار وأعطاها لها وقال لها: أخبريني عن هذه الصبية، فمن تكون؟ يا ولدي، اعلم أن سلطان البصرة قد جاءته جوهرة من عند ملك الهند، فأراد أن يثقبها فأحضر جميع الجوهرية وقال لهم: أريد منكم أن تثقبوا لي هذه الجوهرة، والذي يثقبها له علي تمنية، فمهما تمناه أعطيته، وإن كسرها فإني أرمي رأسه. يا ملك الزمان، إن الجوهر سريع العطب، وقل أن يثقبه أحد ويسلم، لأن الغالب عليه هو القصر، فلا تحملنا ما لا نطيق، فنحن لا يخرج من أيدينا أن نثقب هذه الجواهر، وإنما شيخنا هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك. ومن شيخكم؟ المعلم عبيد. نعم، عبيد هو أخبر منا بهذه الصنعة، وعنده أموال كثيرة وله معرفة جيدة، فأرسل إليه وأحضره بين يديك وأمر أن يثقب لك هذه الجوهرة يا مولاي. هيا فليحضر شيخ الجواهرية. فأرسل إليه وأمره بثقبها وشرط عليه الشرط المذكور، فأخذها وثقبها على مزاج الملك فقال له: تمنى علي يا معلم. يا ملك الزمان، أمهني إلى غد. وكان السبب في ذلك أنه أراد أن يشاور زوجته، وكانت زوجته تلك الصبية التي رأيتها في الموكب، وكان يحبها محبة شديدة. إني تقبت للملك جوهرة وأعطاني 8 وقد أمهلتها حتى أشاورك، فأي شيء تريدين حتى أتمناه؟ نحن عندنا أموال لا تأكلها النيران، ولكن إن كنت تحبني فتمنى على الملك أنه ينادي في شوارع البصرة أن أهلها يدخلون الجوامع يوم الجمعة قبل الصلاة بساعتين، ولا يبقى في البلد كبير ولا صغير حتى يكون في المسجد أو في البيت، وتقفل عليهم أبواب المساجد والبيوت، ويتركون دكاكين البلد مفتوحة وأنا أركب بجواري، وكل من عثرت عليه أقتله. ثم بعد ذلك ذهب المعلم عبيد إلى الملك وتمنى عليه هذه الأمنية، فأعطاه ما تمنى، ونادى بين أهل البصرة بما تمنى، وصارت تلك الجارية تخرج في كل يوم جمعة قبل الصلاة بساعتين، وتركب بجوارها في شوارع البصرة، ولا يقدر أحد أن يمر في السوق ولا أن يطل من طاقة ولا من شبك. فهذا هو السبب، وقد عرفتك بالجارية. ولكن يا ولدي، هل مرادك معرفة خبرها أو مرادك الاجتماع بها؟ يا أمي، مرادي الاجتماع بها. أخبرني بما عندك من الذخائر الفاخرة. عندي من ثمين المعادن 4 أصناف، صنف ثمن كل واحد منه 500 دينار، وصنف ثمن كل واحد منه 700 دينار، وصنف ثمن كل واحد منه 800 دينار، وصنف ثمن كل واحد منه 1000 دينار. وهل تسمح نفسك بأربعة منها؟ نفسي تسمح بالجميع يا سيدتي. قم يا ولدي من غير مطرود، وأخرج منها فصا يكون ثمنه 500 دينار،
واسأل عن دكان المعلم عبيد شيخ الجوهرية. نعم. واذهب إليه تراه جالسا في دكانه وعليه ثياب فاخرة وتحت يده صناع، فسلم عليه وأجلس على الدكان وأخرج الفص وقل له: يا معلم عبيد، أريد منك أن تصوغ لي هذا الحجر خاتما بالذهب، ولكن اجعله قدر مثقال من غير زيادة، وصوغ صياغة طيبة أرجوك. وقعد يتحدث معه، وصار كل من أتاه من السائلين يعطيه دينارا، فتعجبوا من كرمه. ثم إن المعلم عبيد كان عنده عدة في بيته مثل العدة التي في الدكان، وكان من عادته أنه إذا أراد أن يصنع شيئا غريبا يشتغله في بيته، وكانت الصبية زوجته تجلس قدامه، فإذا كانت قدامه ونظر إليها فإنه يصنع كل شيء غريب في صناعته بحيث لا يليق إلا بالملك. فقعد يصنع هذا الخاتم صنعة عجيبة في البيت، فلما رأت زوجته قالت له: ما مرادك أن تصنع بهذا الفص؟ أريد أن أصوغه خاتما بالذهب، فإن ثمنه 500 دينار. لمن؟ لغلام تاجر جميل الصورة، له فم كخاتم سليمان، ووجنات كشقائق النعمان، وشفائف حمر كالمرجان، وله عنق مثل أعناق الغزلان، وهو أبيض مشرب بحمرة، ظريف لطيف كريم، وهو شبيهك في الصفة، وربما كان عمره قدر عمرك. فسكتت، ولكن التهبت نار محبته في قلبها. ثم إن الصائغ لم يزل يتحدث معها في تعداد محاسنه حتى فرغ من صياغة هذا الخاتم، ثم ناوله لها فلابسته، فجاء على قدر أصبعها، فقالت له: يا سيدي، إن قلبي أحب هذا الخاتم وأشتهي أن يكون لي. طيب اصبري، فإن صاحبه كريم، وأنا أطلب أن أشتريه منه، فإن باعني إياه جئت به إليك، وإن كان عنده حجر آخر أشتريه لك وأصوغ مثله. هذا ما كان من أمر الجوهر وزوجته. وأما ما كان من أمر قمر الزمان فإنه بات في منزله، فلما أصبح أخذ 100 دينار وأتى إلى زوجة المزين وقال لها: خذي هذه 100 دينار، أعطيها لزوجي. هل فعلت كما قلت لك؟ نعم نعم. قم يا ولدي، توجه الآن إلى شيخ الجوهرية، فإذا أعطاك الخاتم فضعه في رأس أصبعك وانزعه بسرعة وقل له: أخطأت يا معلم، إنه ضيق على أصبعي. نعم. هل أوسعه؟ لا، ولكن خذه إحسانا وألبسه لبعض جواريك، فإن ثمنه رخيص جدا، لأنه لا يتعدى 500 دينار، فلا يحتاج إلى صياغة أخرى. وخذ هذا فص آخر ثمنه 700 دينار، فاصنع لي به خاتم، وخذ هذه الضمانة، تفضل. لكن يا سيدي، لما نصوغ الخاتم نأخذ أجرته. هذا في نظير نقشه فقط، أما الأجرة فباقية. يا فلانة، ما رأت عيني أكرم من هذا الشاب، وأنت بختك طيب، لأنه أعطاني الخاتم بلا ثمن لأعطيه لإحدى جواري. وأظن أن هذا الولد ما هو من أولاد التجار، لا، وإنما هو من أولاد الملوك والسلاطين. وصار كلما مدحه تزداد فيه وجدا. ثم لبست الخاتم، والجوهري صاغ له الثاني أوسع من الأول بقليل، فلما فرغ من صياغته لبسته في أصبعها من داخل الخاتم الأول، ثم قالت: يا سيدي انظر، ما أحسن الخاتمين في أصبعي،
فأشتهي أن يكون الخاتمان لي. طيب اصبري لعلي أشتري الثانية لك. وأما ما كان من أمر قمر الزمان فإنه لما أصبح توجه إلى زوجة المزين وأعطاها 200 دينار فقالت له: توجه إلى الجوهري، فإذا أعطاك الخاتم فضعه في أصبعك وانزعه سريعا وقول: يا معلم عبيد، ينبغي لمثلك إذا أتاه مثلي بشغل أن يأخذ قياسه، فلو كنت أخذت قياس أصبعي ما أخطأت هذا الخطأ. ولكن لا بأس، خذه واعطيه لبعض جواريك. ثاني. وخذ هذا الحجر واصنعه لي خاتما على قدر أصبعي، ولكن خذ القياس هذه المرة. هذا أصبعي. صدقت والحق معك. تفضل. طيب. طيب. طيب خذ هذه الضنانير في نظير نقشه فقط، أما الأجرة فباقية. يا سيدي كم أجرة أخذناها منك، إحسانك علينا كثير. خذ ولا بأس يا رجل. ثم تحدث معه حصة، وصار كلما يمر به سائل يعطيه دينارا، وبعد ذلك تركه وانصرف. هذا ما كان من أمره. أما ما كان من أمر الجوهري فإنه توجه إلى بيته وقال لزوجاته: فما رأيت أجمل ولا أكرم منه ولا أحلى من لسانه. يا عديم الذوق، حيث كنت تعرف فيه هذه الصفات وقد أعطاك خاتمين مثمنين، ينبغي لك أن تعزمه وتعمل له ضيافة وتتودد إليه، فإذا رأى منك المودة وجاء منزلنا ربما تنال منه خيرا كثيرا، وإن كنت لا تسمح له بالضيافة فعزمه وأنا أعمل له الضيافة من عندي. وهل أنت تعرفين أنني بخيل حتى تقولي هذا الكلام؟ ما أنت ببخيل، ولكنك عديم الذوق، فاعزمه هذه الليلة. طيب على الرأس والعين. هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر قمر الزمان فإنه أخذ 300 دينار وتوجه إلى المرأة زوجة المزين وأعطاها ذلك القدر من المال وقالت: ربما يعزم عليك في هذا اليوم، فإذا عزم عليك وبت عنده فمهما جرى لك فأخبرني به، وهات معك 400 دينار وأعطيها لزوجي. سمعا وطاعة سأفعل يا سيدتي. ثم إن قمر الزمان توجه بعد ذلك إلى الجوهري فقام له وأخذه بالأحضان وسلم عليه وعقد معه صحبة، ثم إنه أخرج له الخاتم فرآه على قدر أصبعه فقال له: بارك الله فيك يا سيد المعلمين. يا سلام، الصياغة موافقة تماما، ولكن الفص ليس على مرادي. لأنني نعم عندي أحسن منه. خذ وأعطيه لبعض جوارك، لا يهمني. يا سيدي، خذ هذه أجرتك ولا تواخذنا، خذ هذه الضنانير. لكن يا سيدي، فإننا أتعبناك. الذي تعبنا فيه قد أعطيتنا إياه وتفضلت علينا بشيء كثير. اسمع، والله إن قلبي تعلق بحبك ولا أقدر على فراقك، فبالله عليك يا سيدي أن تكون ضيفي في هذه الليلة وتجبر بخاطري. أفكر. الليلة. نعم. طيب. طيب لا بأس، ولكن لابد أن أتوجه إلى الخان لأجل أن أوصي أتباعي وأن أخبرهم بأنني سأبيت في غير الخان حتى لا ينتظروني. ثم توجه الجواري إلى ذلك الخان قبل المغرب خوفا من غضب زوجته عليه إن دخل البيت بدونه، ثم أخذه ودخل به في بيته
وجلسا في قاعة ليس لها نظير، وكانت الصبية قد رأته حين دخوله فابتتنت به، ثم صارا يتحدثان إلى أن جاء العشاء فأكلا وشربا، وبعد ذلك جاءت القهوة والشربات، ثم دخلت عليهما جارية ومعها فنجانان من المشروب، فلما شربا غلب عليهما النوم فناما حتى أشرق جبين الصباح وتبلج الفجر ولح. فأرسلت الصبية جاريتها بشيء مثل النشوق فوضعت في مناخيرهما فعطسا وأفاقا، ثم أتلوما بالطص والإبريق، ثم قال قمر الزمان: يا معلم، إن الوقت جاء وقد جاوزنا الحد في النوم. يا صاحبي، إن نوم هذه القاعة ثقيل، كلما أنام فيها يقع لي هذا الأمر. صدقت فعلا، ثقيل ثقيل. ثم جاءت الجارية لهما بالفطور فأفطروا، ثم خرج المعلم عبيد الجوهري لقضاء حاجة، فاغتنمت زوجته الفرصة ودخلت القاعة وقالت لقمر الزمان: أنا ما يكفيني منك لا يوم ولا شهر ولا سنة، وإنما قصدي أن أقيم معك بقية العمر. وأنا أيضا. ولكن اصبر حتى أعمل لك مع زوجي حيلا تحير ذوي الألباب، ونبلغ بها الأراب، وأدخل عليه الشك حتى يطلقني، وأتزوج بك، وأروح معك إلى بلادك، وأنقل جميع ماله وذخائره عندك، وأتحيل لك على خراب دياره ومحو آثاره. لكن اسمع كلامي وطاوعني على ما أقوله لك، ولا تخالفني. لا لا أبدا، لا أخالفك أبدا. روح إلى الخال، وإن جاء زوجي وعزمك فقل له: يا أخي، إن ابن آدم ثقيل، وكيف أروح عندك كل ليلة أرقد أنا وأنت في القاعة؟ فإن كنت أنت لا تغتاظ مني، فربما اغتاظ حريمك مني. فإن كان مرادك عشرتي، فخذ لي بيتا بجانب بيتك، ومتى أتيت البيت يهون علينا بقية تدبيرنا. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع.